أبوس إيدكم. لا تحرجونا بالكريسماس. أبوس إيدكم لا تحرجونا بآخر السنة هاي. لا تحرجونا زي ما بتحرجونا كل سنة، لأنه حتى الأجانب صاروا يتمسخروا علينا. شو قصدي أنا بهذا الكلام؟ لا تحرجونا. لا تروحوا تحتفلوا بالكريسماس. لا تروح تحط لي شجرة كريسماس عندك في البيت. هما ما بيحتفلوا بأعيادنا، مشان الله لا تحتفل بأعيادهم يا حمار. من دون شيء انتوا فشلتونا على الآخر بالهالوين، متنكرين أحلى من الأجانب يلي بأمريكا. مشان الله لا تحرجونا بالكريسمس. أبوس إيدكم. اليوم أختي بعتت لي فيديو، هذا الفيديو لوحدة أجنبية قاعدة بتستهبل علينا، بتتمسخر على المسلمين يلي بيحتفلوا بهاي الأعياد، لأنه جد هبل الموضوع، إنه ليش بتحتفلوا بالأعياد تاعتنا؟ إذا أنت مو مسيحي ليش بتحتفل بهاي الأعياد؟ خلوا المسيحي يحتفلوا فيه. عمركم شفتوا واحد مسيحي جاي يحتفل معانا رمضان، بصوم رمضان 30 يوم معانا؟ عمركم شفتوا مسيحي جاي بالعيد جايب أواعي جديدة وجاي يحتفل معانا؟ عمركم شفتوا مسيحي بيحتفل بالمولد النبوي؟ لا. فمشان الله لا تحرجونا وتروحوا تحتفلوا بأعيادهم، بتشوه سمعتنا إحنا كلنا. مشان الله يا أخوي أبوس إيدك. خليني أورجيكوا هذا الفيديو اللي بحكي لكم عليه. Search the sky for light and glory. لا 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 إله إلا الله. The moon will smile, don't you worry. لا 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 إله إلا الله. Upon Muhammad peace and blessings. يا أخي الغنية. شو هاي الغنية؟ أغرب غنية أسمعها في حياتي. موسيقى الكريسمس مع لا إله إلا الله. حتى الأجانب مصدومين من العاهات يلي بيحتفلوا بأعيادهم. أنت مسلم أخوي، أنت مسلمة أختي، لا تروحي تحتفلي في أعيادهم وبالسنة الجديدة. واو واو واو. لا تحط شجرة عندك، هذا أهم شيء ممكن تسويه إنك ما تحط شجرة. لا تحط لي شجرة زي الأهبل بالبيت عندك. تحتفل لي بأعيادهم، مبسوط كتير على عيدهم، حط لي شجرة. آه يا أخي والله أجواء حلوة، بس عشان الأجواء. أجواء شو يا حمار؟ هاي أنا منزل هذا الفيديو بكير قبل ما يجي الكريسمس. الكريسمس لسه هلا ضايل له كم؟ 18 يوم ضايل للكريسمس. منزلكوا قبل ب 18 يوم. في ناس من بداية الشهر بيروحوا بيجيبوا شجرة واو واغاني بيحطوا We wish you merry christmas. We wish you a merry christmas. يا اخي احلى شيء تسمع هاي الاغاني هيك في هلا هذا الشهر. صح صح. مشان الله انت مسلم لا تحرجنا. انتوا شايفين قدام عينكم الاجانب منصدمين، فانت لا تيجي تحكي انه لا عادي بس عشان الاجواء. ابوس ايدك. مشان الله اجي عندك ابوس ايدك. ابعت لي رقمك، تعال احكيني في سناب شات، احكي لي رقمك، اعطيني اللوكيشن تاعك، باجي عندك ببوس ايدك. مشان الله لا تحتفل في اعيادهم. حبيت افتتح هذا الفيديو بهاي الرساله للناس اللي بتحتفل بهاي الاعياد عشان تفهم وتعرف. انت مش كول اخوي، انت أبلها، فلا تروح تحتفل فيها. تمام اتفقنا؟ اتفقنا. يلا خلينا نشوف المنشنات اليوم. From gay to straight alhamdulillah. سلام عليك. انا اجاني ايرور في مخي، ما عارف شو عم بصير. انت كيف بتحكي كنت فوفو بوي وتوبت؟ انت بس صرت فوفو بوي اكتر تحجبت. انت هيك ما توبت اخوي، انت فاهم غلط الموضوع، هاي مش توبة. انت سوقت الوضع على حالك بزيادة، رحت تحجبت وخلص صرت انثى رسمية. هذا مو معنى انك توبت، هذا معناه بالعكس انك زدتها على حالك، زدت الطين بلة. هذا حافظ بس مو فاهم، جد هذا حافظ مو فاهم. راح تحجب الاخ بفكر هيك خلص هو تاب، كمل المعصية على الآخر. خلصها 100% بعدين تحجب. يلا انت هيك رح تنسخط، مش بس رح تتعاقب، رح تنسخط على الموضوع اللي عملته، وجاي بتسمي هاي توبة. شوفوا عندي هواي أسباب انه أنا أحسن منكم. أول شيء الجمال وهذا منتهي منه. ثانيا الأخلاق، أنا أخلاقي جدا عالية ومحترمة. ثالثا الذكاء، ليش أنا أذكى منكم؟ أولا أي عفتيني. ثانيا ها درجاتي كاملة وطلعت من الأوائل. هاي الثقة اللي الله بيحرمنا منها. هو انت جد حلوة ما شاء الله عليكي، بس بشعتي حالك بالكلام اللي بتحكيه على نفسك. هيك زي كأنه واحد ذكي جاي بيحكي عن حالي. اخو والله انا كتير ذكي، قاعد بقعدة هيك مع ناس كلياتهم بحكي لهم اخو والله انا اذكى واحد فيكم، انا كتير ذكي احسن منكم. انا الناس بس تشوفه هيك عم يحكي حتحكي هذا غبي. انت هذا اللي سويتي بالضبط. انت حلوة ما شاء الله عليكي بس، وانت ساكتة لا تحكي هيك كلام، تطلعي احلى بكتير. نهاية جبر الخواطر.
والله مو جبر خواطر، هي جد حلوة، بس لما حكت جد صارت بشعة أوتوماتيك خلص. أول ما شفتها بتحكي هيك كلام عن نفسها شفتها بشعة خلص. يعني لو كنتي ملكة جمال العالم حشوفك بشعة كمان لو حكيتي هيك كلام عن حالك. الرجال بشكل عام أول إشي بنجذبوا له هو الشكل. لو إجاكي واحد بيحكي لك لا أنا عندي الأخلاق أهم شيء، ما بهتم لشكلك أبداً، وأنتي مزة، اعرفي إنه بيكذب عليكي. بس لو كنتي ملكة جمال العالم إن شاء الله وبعدين طلعت شخصيتك زي هيك مغرورة كتير وأنا أحلى وحدة أنا أحسن وحدة، خلص بنقفل الرجال منك، مستحيل يتقبل هذا الشيء، يحكي أنتي حلوة إلا لو كان هو واحد فوفو مش رجال، من الآخر من النوع اللي هيك خلص حبيبتي والله بتجنن ادعسي على راسي تعالي. في هيك شباب، ما بحكي لكم ما في هيك شباب، في هيك شباب، بس هدول شو بدكم فيهم؟ هدول فوفو بويز، شو بدكم بالفوفو بويز؟ الفوفو بويز ما حتكملوا معاهم. انا بحكي لك على رجال، لو رجال ما رح يرضى هيك وحده تحكي قدامه وتبين متكبره وشخصيتها زي الخرا وبعدين يكمل معاها، مستحيل. لو كانت ملكة جمال هزت التليفون اقسم بالله يا اخي ضحكتني. انت كيف تلاقيت مع ميسي؟ انا بشوف ميسي انه ما بيرضى يتصور مع حدا هيك، بشوفه مرات بيكون ناس بدهم يجوا يتصوروا معاه بيحكي ما بدي. كيف رضي يتصور معاك وجنبك وانت اخي هزت تليفون السامسونج والاشعارات كمان تاع التليفون السامسونج، ما بعرف ليش اول ما اسمعها بفرض ضحك. اعظم فتنة الان في الفترة الحالية يعني تمر علينا جميع اللي هي فتنة النساء، شيء مو طبيعي، مغريات على كيف كيفك، شيء تفتح سناب انستغرام تويتر تروح الشارع تطلع تنزل شيء. والله صح، كل مكان يا أخي كل مكان مش سالم، لا في الحقيقة ولا في الانستغرام ولا في السناب ولا في التيك توك ولا في اليوتيوب، كل مكان صار الشيء كثير سهل انك تشوف وحدة حلوة ومطلعة جسمها، بطل صعب هذا الشيء. زمان قبل ما تكون في سوشيال ميديا كان لازم انت تطلع تتعب تدور على بنت، تحكي مع البنت، تخطب البنت، تطلع معاها، تتعرف عليها، بعدين تتزوجها، بعدين بتشوف هاي الاشياء. اما هلأ لا، خلص تفتح الانترنت، تفتح السناب شات، بتلاقي وحدة مصورة هيك، وحدة طالعة هي بتعرض نفسها، وحدة فاتحة اونلي فانز بتدفع لها $5 بتشوف كل اشي، تيك توكات بنات بالمرة عارضين كل إشي، لبس فاتن، مناظر فاتنة في الحقيقة، حتى فستان قصير وبتتمشى، خلص صار الوضع إيزي. بدك تكون قوي كتير في هذا الزمن عشان تمسك حالك، عشان ما تنكسر وتوقع بالفخ تاع الغرب لأنه خلوا هاي الأشياء عادي. بدت هي بالغرب هاي الأشياء، إنه النساء تطلع وتلبس هاي الأشياء وتسوي هيك، نزل هاي الأشياء في السوشيال ميديا، خلوا الغرب هذا الشيء عادي، وصاروا اللي عنا يسووا زي هيك كمان. الله يثبتنا ويبعدنا عن هاي الأشياء.